عايزين يكون في استقرار في البلد، واخد بالك؟ ما يجيش مثلا احنا نجري نقول سلميه سلميه وجابلنا بالرصاص وضعوا فينا. مين ضرب بالرصاص؟ الجيش ضرب علينا. الشرطة العسكرية، واخد بالك؟ وما نقول من ناقص سلميه سلميه وجايين من التحرير نقول سلميه سلميه. قديش ضرب مرتين؟ مش مرة واخد بال حضرتك يعني؟ فطبعا الشباب ديتي ما ينفعش انه يجيب وزير عنده 70 سنة والشاب قاعد على القهوة بره. يعني هم ما يعملوا حكومة لنفسهم، واحد عنده 70 سنة قد في الحب والشاب قاعد على القهوة بره. والمشرطة انتهى مش عايز يعمل مراقبة دولية على الشباب. انا كان قدامه فرصة يخش التدريب بكده. المفروض نقف في الميدان، المفروض نقف في الميدان لان ضغطنا بيخلي البلد تمشي. لما ضغطنا عليهم بدأوا يعرفوا الحكومة، تمام؟ احنا كنا ضغطنا عليهم من بداية التنحي مبارك من زمان شل حل بينا، تمام؟ دي حاجة. والحاجة الثانية اعتقد المشرطة انتهى لازم يمشي، لان المشرطة اللي معينه وزير حسني مبارك 22 سنة، استحالة بعد 22 سنة في المحاور الجو اللي هو فيه ده يحكموا بالسهولة دي. ماشي. تضامنوا مع الشعب لتوصيل رسالتين. أولا الرسالة الأولى للسيد حسام شرف يقول فيها نأسف لسوء اختيارنا لك، لأن هذا التوقيت لا يريد الأيد المرتعشة ولا المرتجفة، بل يريد حكومة ثورية لتنفيذ مطالب الثورة. وهذا السيد عصام شرف وحكومته فشلوا فيه، فعليه الرجوع إلى ميدان التحرير وترك المكان لمن يستحق فيها الأمر ويقوم بتنفيذ مطالب الثورة. الرسالة الثانية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالأخص للسيد المشير طنطاوي، ويقول له الثوار أن الثوار لا يريدون حاكم تضليل بل يريد حاكم تضليل. وهذا المهمة فشلت فيها يا سيادة المشير انت والمجلس الأعلى، فعليك ترك المكان والرجوع إلى سكناتك ووضع الأمر لمن يقوم به بالتفويض من الشعب وتفويض من الثوار. وهذا رسالتين حب الثوار أن يوضحوها للمجلس الأعلى ورئيس الوزراء السيد عصام شرف. وشكرا. شكرا جدا.